لبنان معروف بالثروات العديدة اللي عنده، الثروات البحرية والبرية، وأكيد أهمية الحفاظ عليها. اليوم رح نطرح موضوع بحري مع ضيفنا بالحلو بلبنان. لحتى نحكي عن اكتشاف أعماق البحر اللبناني، اليوم معنا دكتور ميلاد فخري وهو مدير المركز الوطني لعلوم البحار. دكتور فخري صباح الخير. صباح النور. وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. أهلا فيكم. لما بنحكي عن شط لبنان اللي بيمتد من شماله لآخر جنوبه اللي هو طول الساحل اللبناني، بنعرف قديش في فعلا أماكن فيها ثروات بحرية كتير حلوة، أماكن عم بيتم الحفاظ عليها وأماكن للأسف بده واحد يضل عم بيلاحق لحتى تقدر يعني نوعا ما نحفظ هالجمال اللي فيها. انما هالمره اليوم عم نحكي عن اعماق جبل بحر البترون، قصدي اللي عم تشتغلوا عليه واللي اشتغلتوا عليه اكتوبر الماضي. كيف كانت الحمله اللي قمتوا فيها مؤخرا؟ اول شيء اكيد البحر بيحمل ثروات كثير. وعندنا اكيد نحن عندنا بنقسم البحر قسمين، المنطقه اللي بوجه الساحل القريبه للساحل اللي اعماقها صغيره، والمنطقه اللي برات الساحل اوف شور بنسميها، هيدي المناطق العميقه اللي صعب نوصلها بابحاثنا. ولا مره اندرست مظبوط. ف يعني حتى الغطاسين المحترفين ما بيقدروا يوصلوا ل 1000 متر و500 متر و600 متر، عم نحكي يعني فوق ال 100 متر، هي تعتبر اعماق. فطول وقت نحن بنشتغل على مناطق ضحله اعماقها قليله، اجتنا الفرصه انه نقدر نشوف شو في بهالاعماق الكبيره، وخاصه اللي شيء يعرف بالوديان الكانيونز المعروفين عندنا. كلنا بنحكي على الكانيونز وبنعرف حسب الخرائط البحريه المعموله انه في شبكه كثير معقده من هالوديان بلبنان اللي هي يمكن فريده من نوعها بالبحر المتوسط كله. يعني هذا الشيء عن جد بفرحنا. بس ما صعب، ما عندنا الامكانيات نقدر ننزل لاعماقها ونشوف شو فيها، خصوصا تنوع بيولوجي وموائل وين بيعيشوا هذا. فوزاره البيئه بتوجهاتها انه تخلق محميات بحريه وتحافظ على الثروه بالبحر، خصوصا بالمناطق العميقه، لانه هلا هي اشتغلت كثير على المناطق الساحليه بالتعاون مع مجلس الوطن للبحوث العلميه اللي هو المركز الوطني للعلوم البحار تابع له. اوكي، واشتغلنا بفتره صرنا اربع خمس سنين من سنه 2012 بنشتغل على المنطقه الساحليه وبنعمل وبنشوف شو فيها تنوع بيولوجي وموائل حتى ينخلق محميات. هلا صار دور وزاره البيئه دقت باب انه لا، لازم ننطلق للاعماق ونخلق محميات بالاعماق، لانه اكيد حمايه الاعماق بتحمي الساحل كمان. صحيح، لانه الثروه الموجوده هنيك كمان هي دلاله انه بتقدر تضلها غنى للثروه القريبه للشط الساحليه. فهون وزاره البيئه اتصلت بالاوسيانا، منظمه عالميه بتعنى بامور البحر كمان والحفاظ على البيئه البحريه، والأوسيانا جابت دعم مادي من مؤسسة المافا، كمان مؤسسة عالمية بتاعنا بتمويل هالمشاريع البحث الخاصة بالبحر والمحيطات. وأكيد مع وزارة البيئة كان في شراكة كمان اللي هن راكسبا، منظمة اللي هن ريجنال اكتيف سنتر فور سبيشالي بروتكتد ارياز للمحميات، ومعهم كمان اي سي ان، كمان المنظمة العالمية لحماية الطبيعة. بلبنان كنا نحن المجلس الوطني للبحوث العلميه الممثل بالمركز الوطني للعلوم البحار هن الشريك العلمي. لانه نحن المؤسسه المخوله التابعه للدوله اللي بتعنى بالامور البحثيه ومنها الامور البحث بالبحار. وتم اكتشاف وقتها تقريبا 200 نوع جديد. هن فقاموا نزلوا درسوا هالمناطق اللي مجهوله واللي بنحكي عنها، هي الوديان اللي اشتغلوا بوج بيروت كمان اشتغلوا على الكانيونز تبع سان جورج كمان ببيروت، مطرحين ببيروت، اشتغلوا بسيني من بعد صيدا بشوي، واشتغلوا كمان بالبترون. وبهالاستكشافات تبعولهم واستعمال الالات الحديثه
كلها كانوا جايبينها معهم من الخارج؟ اكيد جابوها معهم من الخارج. هلا هيدا ما بيعني انه نحن هون مش قادرين نعمل هالشيء كلبنانيه. نحن مركز علوم بحار عندنا باخر اسمها كانا، بلشنا نجهزها هلا، عم نقدر نمسح كل المنطقه من 0 ل 200، وقريبا ان شاء الله بيجينا الات نقدر نصير نمسح الاعماق كمان ان شاء الله. بس اكيد بهالشيء ما بيمنع انه نحن نتعامل مع الجهات الخارجيه تنقدر نستكشف بحرنا، وهيدي خطوه اول مره بتصير بلبنان. فضمنهم قدروا مش اكتشفوا، قدروا رصدوا 200 اكثر من 200 نوع، وهن بطريق الرصد بعد يعني هدول اللي شافوهم بطريقه مباشره عبر الفيديو اللي تنزل لتحت الالات اللي كانت عم تعطيهم فيديو هيك. بس هن اخذوا عينات من الاحياء البحريه ومن الرسوبيات تتندرس. يعني مخلوقات بحريه ما كنا عارفين انه موجوده عندنا، في مخلوقات تبينت انه ببحارنا مش عارفين انه ما كانت معروف انه موجوده بالبحر المتوسط كله. انوجدت عندنا، وفي مخلوقات ما كانت معروفة انه موجودة بالشرق، بالحوض الشرقي البحر المتوسط، بينت انه موجودة. ففي نوع من الكرش صغير، هيدا اللانترن شارك، هيدا كان معروف انه موجود بالاطلسي، محيط الاطلسي، محيط الهندي، محيط الهادي. ايه فتبين انه موجود عندنا. بس هذا منه مأذي؟ لا لا صغير، هذا بيجي 50 سم اجمالا. هلا ما بدي افتح قوسين، بس انه اجمالا هن كلاب البحر او الكرش منه مأذيين. في انواع معينه ما عندنا منها بلبنان المأذيه، وننبسط اذا بنشوف كلاب البحر كمان. أكيد يعني معقول يقربوا على الشط اكثر؟ في كثير. هلا هيدا اللي اكتشفوه على اعماق كبيره كثير، ما هيدا هو يعني. بس لا إيه؟ هو في كلاب بحر موجوده قريبه للشط وما بتاذي، بالعكس عم تتعرض للصيد الجائر. اوه هيدا المصيبه، بما انه هيدا التنوع البيولوجي كله، هالسلسله كلها بتنكسر. ما صار عندنا ولا حادث، ومنهم المأذيين الموجودين بلبنان. ونوع طبعا بيتم الحفاظ عليهم هلا، بما انه مثل ما قلت عم بيكونوا اقرب اوقات للشط لحتى ما يتعرضوا للصيد. هيدي بدها تصير من التوعيه اللي بتصير من الدوله، بده يكون في توعيه، بده يكون في رقابه، بده يكون في عقاب. في هي في قوانين وفي، بس رقابه اكيد. نحن بالعديد الموجود عند الجهات الامنيه او الجهات المخوله لحمايه، ما في عندهم هالعديد تيقدروا يحرسوا كل شيء، فبتصير اوقات للاسف الشديد. للأسف يعني إيه؟ لانه اوقات مثل ما عم نقول، عم بيكون مثل ما عم تقول بيكون في صيد غير منظم، وكمان بدون ما ياخذوا بعين الاعتبار انه في انواع ممكن تنقرض يعني، او ما تعود عندنا موجوده بالخارج. اكيد اكيد في كثير انواع اجمالا ما بعد تبين بالشط اللبناني، على الشط اللبناني في كثير انواع استوطنت محلها جايه من بحر الاحمر او المحيط الهندي، وهي انواع غازيه سيطرت محل الانواع المحليه. هلا المنيح انه عندنا، ما عندنا الصيد نحن كثير متطور يغزي هالمناطق الغميقه. ايه وتبين لهم انه هالمناطق الغميقه غنيه، فيها تنوع، فيها حدائق مرجانيه. مش عم بحكي انا مثل الحياد المرجانيه الموجوده بالعالم او بالبحر الاحمر. بالبحر الاحمر فيها بس حدائق مرجانيه من السوفت كورلز اللي بيسموهم هولي، دلاله على انه بعده بحرنا غني وبعده بيقدر انه يتطور اكثر. هلا بالرغم انه عم بيصوروا شافوا زباله تحت، اكيد هيدا أكيد. بكل المواقع اللي هذا في زباله، بس اوكي على الجوانب هالوديان في زباله مجمعه، بس هيدا ما منع انه يضل بحرنا في بقلبه غنى. بس اكيد نحن لازم نخفف هالزباله، انتشار الزباله بالبحر، تقدر نحافظ على هالثروه اللي اكتشفت. طيب هلا ذكرت قصه الغنى وذكرت قصه الثروه، شو وضع النفط؟ بين معهم بموضوع النفط؟ بين معهم بالاعماق؟ هن ما خصهم بالنفط. ما شافوا شيء؟ هن ما خصهم بالنفط، بس هلا خلي وزاره الطاقه واكيد بكره مع البدنية ما اتفقوا معهم مثلا يقولوا لهم فتشوا لنا شوي على النفط؟ لا لا ما شغلتهم. شيء بيئي ما خصهم اكيد، لانه ما بيتعارض موضوع النفط مع موضوع البيئه. اكيد بكره بالنفط لما يصير بدهم يستقبلوا، يصير في درس الاسر، دراسه الاثر البيئي على المناطق، اكيد هيدا شيء ثاني رح يصير. اكيد وهذا اللي لازم يتم. بس هذا كان ضروري ان تنعمل هالدراسه حتى اذا صار من يوم من الايام استكشاف للنفط، حتى نعرف كيف بدنا نحمي هالثروه اللي عندنا. اكيد، وهون عم نحكي حتى قبل ما يبلش يبين. أكيد. اذا فينا نقول يعني اثار، يمكن لما ببلش نبلش نكتشف قصه النفط عم ندرسها قبل. صحيح. ما ممكن ينعمل محميات مثلا لحمايتها من النفط وحتى لحمايتها من الناس كمان. ما هو يعني هذا الهدف، انه بهالطريقه الاستكشاف اللي صارت بصير في مع الدوله مواد علميه انه هيدي المناطق غنيه، هالمناطق لازم نحافظ فيها، انواع مش موجوده برا، لازم نخلق محميات باعماق البحر. منطقه البحريه البعيده عن الشط، هلا هن
بالشغل. كيف ممكن انشاء محميه تحت البحر؟ هي بتصير المنطقه، بيعملوا زوناسيون للمنطقه، بيعملوا بيحددوا المنطقه انه هاي منطقه يمنع فيها حسابات الاعمال الانسانيه من الصيد لكذا، او بيحددوا طرق الصيد اللي بدها تكون موجوده فيها، او طرق كيف بده يستغلها الواحد. هاي بتصير بس اكيد بعدها يعني ممكن يكون في اماكن غطس مثلا هنيك كمان. غطس يمكن صعب شوي لانه عم نحكي باعماق غنيئه، بس يمكن يكون فيها مناطق مراقبه بالالات، تنزلي الات وتفرجي العالم فوق، سياحه بحريه مثلا. شو في عندك؟ يا ريت ان شاء مثل الله. مثل الالات الموجوده، عندنا حتى هذه الالات بننزل، بس نحن عندنا اياها الالات ل 300 متر بتنزل، هن اللي جابوها معهم تنزل لل 1000 متر كان. لانه كله شو بكلف؟ بدك امكانيات ماديه اكيد، بس مع الوقت ان شاء الله بلبنان عبر المركز الوطني للبحار، مجلس الوطن البحوث العلميه والباخره كان اللي عنده، بنقدر نصير نطلع نحن على هالاعماق وندرسها ان شاء الله. وهون كمان لما كنا عم نحكي قبل شوي انا وياك دكتور فخري عن موضوع انه عم بفوتوا على اعماق البحار بالبترون، بس في عندكم مختبر بجوني. نحن اجمالي مركز علوم البحار هو بالنسبه هو مختبرين، مختبر بجونيه ومختبر البترون، تقدر يساعدنا كلنا يعني. اوكي، الاداره المركزيه بالبترون، بس نحن كلنا تابعين للمجلس الوطني للبحوث العلميه. اوكي، ونحن اكيد ندرس الشط اللبناني كله، وبندرس بنعمل خريطه التلوث على الشط وكل شيء، بس اجتنا هيدي الفرصه انه نشارك كشريك علمي مع الاوسيانا وزاره البيئه، ونطلع على الاعماق وندرسها مع باحثيننا اكيد كمان، كانوا موجودين مده شهر على الباخره. على الباخره، طب كمان هل كان في اختلاف بالامور اللي اكتشفوها مثلا بسيني او بالبترون، يعني بين المناطق المختلفه وحتى ببيروت مثل ما ذكرت، كان في اختلاف بالامور أكيد اللي اكتشفوها؟ اكيد كل منطقه في لها خصائصها، كل منطقه فيها تنوع البيئه اللي فيها، من صخريه لطينيه لرمليه، لفيها يمكن مناطق فيها اسفنج اكثر من مناطق فيها كورال مرجانيه. هن مش شعب، هن حدايق مرجانيه، وفي مرجان كامل، مناطق يعني منتشرين انتشار، بس انه مش انه اقول للعالم انه لا عندي بكره شعب مرجانيه انزلوا اعملوا. لا اكيد مش مثل البحر الاحمر، بس بحرنا غني ومتنوع، بس اكيد في تنوع. هذا بعده هذا المشروع بطور الدراسه، يعني بعد عنده سنه تطلع فيه النتائج النهائيه، لان بعده عم يندرس. حتى نحن كمركز اخذنا عينات من هالرسوبيات تندرس شو الاثر الانساني عليها، لانه بدنا نشوف شو فيها تلوث، شو فيها مواد، شو فيها مواد غذائيه. ممكن تنظيفها مثلا من الزباله اللي موجوده حواليها. هي بتنظف حالها، صعبه ننزل على هالمعنى. بتنظف حالها. ايه مع الوقت بتنظف، بتروح مع التيارات، بتروح مع هذا، بس كل ما غمقت كل ما التيار صار اخف تحت. وبعدين عيب نبعثها لجيراننا كمان. الا جيراننا من هون. هل يمكن جيراننا عم يبعثوا لنا؟ او جيراننا بعد الجنوب اللبناني فينا نبعثهم. بس لكن بالبحر المتوسط كله مشكله الزباله موجوده بهالولديان بهالاعماق. هلا نحن اللي ندرس عندنا اهم شيء ندرسوا هالولديان، وبعد في مجال ندرس، لان عندنا كل الشط اللبناني بوجهه في وديان، يعني هي سلسله معقده على كل الشط اللبناني، مش بهالاربع خمس مناطق، بس ما كان معهم وقت يدرسوا اكثر. لك مع الوقت معقول يتكمل هالمشروع ونقدر ندرس اكثر مطارح غامقه. اكيد فعلا مشروع يعني مثل ما ذكرت بطور الابحاث وبعده عم يتطور. أكيد سنه أكيد. يعني هلا مثل ما ابتدى المشوار بنهايه 2016، بس لاخر 2017 لحتى تبلش تبين الدراسات اكثر. اكيد لانه بعدهم الفيديوهات اللي اخذوها كلها بدها ترجع تندرس، مش هلا هن شافوا وايدوا انه طلع عندهم هالقد، بس بعد في اشياء بتندرس اكثر، بفوتوا بتفاصيل هن ما عرفوها على الارض، هن وعم يشوفوا بده يشوفوا يسالوا غير باحثين. يعني منا قضيه هينه تشتغلي على هالسيستماتيك تبع السمك او تبع الاحياء البحريه الموجوده تحت، يمكن في اشياء اول مره بشوفوها بدهم يحددوها مع الوقت. وهل ممكن يتابعوا؟ يعني بده يتابعوا بخلال السنه كمان نزلاتهم على البحر، يعني اكتشافاتهم، لانه موسم تاني يعني. هون بلشنا بفصل الخريف الشتاء، هل ممكن ينزلوا ربيع صيفي؟ لا هي هون هدول الاعماق ما خاصه بالمواسم، هذه الدراسه بتنعمل مره اجمالا لانه ما بتتغير بطريقه كثير سريعه، مش مثل المطارح الساحليه اللي نحن مضطرين نطلع عليها موسميا. هذه بتتغير مع الوقت، يعني بدها وقت طويل تتغير اذا شيء. فهلا بيدرسوها، بس يمكن يطلعوا مره ثانيه يدرسوا غير مناطق ويقارنوا ببعضهم تيقدروا يعملوا جرده لكل المناطق العميقه بلبنان. اكيد ان شاء الله يا رب نقدر نحافظ على ونصير مثل الدول الاوروبيه او الدول المتوسطه الثانيه اللي بيدرسوا الاعماق. وفعلا هذا الشيء نحن بحاجه لحتى نحافظ عليه، لانه مثل ما ذكرت يعني لبنان متنوع كثير بثرواته. أكيد يعني أكيد البحريه والبريه، بقى لازم نضل فعلا محافظين على هالموضوع وما نحس انه هذا الشيء واحد بيستهتر فيه.
مش صحيح. ومثل ما قلت ممكن من بعدها يصير في كمان سياحة بحرية أكيد. مثل ما بيصير بمناطق تانية وببلدان أخرى كمان. ننحط على خريطة السياحة البحرية إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. نحن ما نشكر كتير وجودك معنا. أنا بدي أشكركم اللي هدويتوا على هالموضوع. أشكركم. أهلا وسهلا فيك باستوديو علم الصباح. وفيكم أهلا وسهلا فيك. وأكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. خليكم معنا.